كله هنا. هنا. بصي الموضوع ده بالذات في كل حاجه هو هنا، واللي قالت لي الكلمه دي وخلتني اخد بالي منها كانت ست يابانيه. كنا قاعدين في مديتيشن وبتاع، فجايه مش عارفه بعد ما خلصنا المديتيشن بتديني حاجه ناكلها، فانا قلت لها لا ثانك يو ام اون دايت. فقالت لي لفت وخلصت وراحت جايه لي بالظبط كده، وقفت قصادي وقالت لي جيرل فود از هير نوت هير. ايوه الاكل هنا مش هنا. كلميني كده عن ميه الورد. بصي مية الورد دي بالنسبة لي أنا هقولها لك إيه، لا بعرف أتحرك من غيرها ولا بعرف أعالج من غيرها، وكل حاجة محطوطة عندي في مية الورد حاجة أساسية في شنطتي. اشمعنى بقى مية الورد؟ مية الورد ليها ذبذبة. بصي الورد مخلوق ناعم ورقيق فبيطلع المشاعر الحلوة، فزيت الورد شخصيا بنحطه كمان عشان يظبط النعومه بتاعه الوجه، وفي نفس الوقت بنرشه في الهاله بتاعتك، فلما بتبقي عصبيه بتهدي. ميه الورد، ميه الورد بتحطيها في بخاخه. يا ستي بس يا ستي بس ما تجيش مني. هنحط كوبايه ميه وملح وخل في الاوضه، في الاوضه عشان تشيل الطاقه السلبيه بالظبط. وبخاخه وبخاخه فيها ميه ورد بالظبط. اول لما ابقى متعصبه هرشها في الورد واخش فيها ايوه، وكذلك ارش من ورا واروح طالعه ورا واروح داخله يمين وداخله شمال، فيبقى انا عملت هالتي كلها بميه ورد. والله العظيم بصي هخلص الحلقه واروح. بصي انا حتى انا يعني بخاخه عندي طول الوقت، حتى لما حد بيخلص الجلسه بروح بخ على الـ على الـ على السرير تاني ميه ورد عشان ياخد كل الطاقات السلبيه ويهديها. مش عايزه احرق موضوعنا اللي جاي اللي في الحلقات اللي جايه، لكن عايزه اسالك علاقه الطاقه بالابراج والايام والمواليد والحاجات دي. بصي زي ما قلت لك في هاله، الهاله دي متقسمه لسبع طبقات، في طبقه من السبعه هي المتاثره بس بحركه الفلك. يعني حركه الفلك بتاثر فيكي قد ايه؟ سبع طبقات، طبقه واحده بس اللي بتتاثر من طاقتك بحركه الفلك ولو صدقتيها كمان. وما بيقول لك عطارد بيخش أيوة على الكوكب المريخ. ما عنديش اي مشكله في يعمل ده. ما عندي لو صدقتي الكلام ده برضه هو مايند سيت يا جماعه، لو صدقتي الحاجه هتحصل. يعني ما ينفعش اجي اقول لك ده الدنيا هتبوظ وتعمل فانا اخوفك فانت تخافي فتجريها، ما هي ذبذبه انت بتجريها. لكن دايما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه؟ بشروا ولا تنفروا. يعني بشره ليه؟ عشان حتى لو حد عيان، ده انا عيان وفيا ده انت زي الفل وهتقوم، وزي ومين قال لك ده انت جميل ويلا قوم ويلا وشد حيلك وكده، يقوم بسرعه.